صباح الخير يا هدية. صباح الخير جوني. جوني جوني. نعم. ممكن اخد اللابتوب بتاعك ثانية عشان اشوف حاجة على النت؟ لا لا مش ممكن يا جوني، هعملها بسرعة. انا قاعد على النت، انا قاعد على النت. الرخامة دي. جوني جوني بقول لك ايه، النبي اديني اللابتوب بتاعك بس ثواني عشان اللابتوب بتاعي مهنك، فعايز اشوف حاجة بس. حلف عينك لما شفته في ايدي زي امبارح برضه، شفتني باكل موزة هات غير طعم بقي. مش هديك حاجة، انا قاعد على النت يعني قاعد على النت. لا خلاص ما خلص خده. يلا كل واحد يطلع على اوضته عشان هنروق. لا انتوا متفقين عليا يا جماعة، انتوا متفقين على هدية. انت مش لسه مروقة امبارح؟ هو انت بتسمي الكاسيتين دول رويق؟ لا بسميهم ترويق. اديني بس دقيقة هتشكل ميل البريد الالكتروني بتاعي وبعد كده هطلع فوق. ماشي. او ماي جاد نجحت. نجحت في ايه؟ نجحت يا توماس، نجحت يا اشلي. هو نجح في سنة كام ده؟ هو لسه بيتعلم؟ طب جوني قول لنا انت نجحت في ايه عشان نفرح معاك؟ قبل ما نيجي المزاريطة كان في مسابقة في امريكا بيدوروا على حد هيبقى بطل فيلم تايتانيك 2. واو. قدمت صوري وسقطت على الموضوع وجاس وقت. لا 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 ما تقولش ان هم اختاروك عشان تبقى بطل فيلم تايتانيك 2. يعني مش قوي كده، هم نقوني انا وعشرة كمان وهيصفوا ما بيننا. ايه يا جوني ده ونجحت وجو لسه هيصفصفوا ما بينكم. يا ابني ما تبقاش كئيب ومحبط، انت عارف في كام واحد من العالم قدم على المسابقه دي؟ زربيح. نقوا من الزربيح ده كله 10 وانا منهم، يبقى فرصتي ايه كبيره. بس تعرف في مشكله. ايه؟ عايزيني احضر مشهدين واعملهم قدامهم. يعني هتسافر امريكا تعملهم وتيجي؟ اه ايه؟ وافرض ما نجحتش يبقى كده طخيت المشوار على الفاضي وجيت؟ ايه التخيط دي؟ إيه ما انا مش فاهمك بصراحه، يعني ايه المشكله لما اروح واجي؟ احلق حاجه زي كده يعني؟ لا لا مش قصدي تحلق، بس يعني فهمهم ان انت مش في امريكا وان انت ممكن لو ينفع يعني ان انت تصور المشاهدين هنا وتبعتهم على الدي في ديز او ده اسمه فاتي بقى، انت بتركب في اي حاجه وتفتي وتقول اي تخش في اي حوار تفتي وخلاص. بشوف لك حل يا جوني في ايه يعني؟ ناس بسيطه ده هوليوود بقول لك. وتايتانيك 2 يلا اطلع على فوق عشان عاوز اروق واخلص. يا جماعه انتوا بتحبطوني ليه يا جماعه؟ بقول لكم تايتانيك 2. بقول لك ايه يا سي جوني، انا عندي لي 3 ايام روحي في مناخيرها وما طيقش نفسي وما لكسرش لفت وعجل، هتقوم ولا او ماي جاد. مبروك يا ست هديه، مبروك يا كبير. طمني يا دكتور عندي ايه؟ ايه يا كبير؟ تفتكر هقول لك مبروك المدام جالها الضغط؟ مبروك المدام حامل. انت بتتكلم صح صح؟ وانا بهزر معاك ولا ايه؟ مش وقت، خليك معايا. انا هكتب لها على شويه مقويات وفيتامينات. وخلي بالكم الحركه الزياده والعصبيه مش كويسين عشان الجنين. طب عدم المؤاخذة يا دكتور، سؤال صغير قدك ده. ايه؟ وانت بتكشف عليه لقيته واد ولا بنت؟ لقيته كومي، ما بيبانش دلوقتي لسه، بعدين في جهاز اسمه السونار هو اللي بيبين اللي كان ولد ولا بنت. قومي حضرتك بقالك نص ساعة عم تكشف عليها بالسماعة. اه يعني انا لو سمعت صوت الجنين خشن يبقى ولد، ولو سمعته ناعم يبقى بنت. انا زهقت. الأدوية دي تجيلها وأنا هعدي عليها بعد أسبوعين، ولو حصلها حاجة أو ما حصلهاش حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. غور الله يعكنن عليك. ألف مبروك يا بنت. مبروك عليك يا كبير. أخيراً وديدت. مبروك يا أم الواد. إشمعنى يعني هيطلع واد؟ ما يمكن تبقى بنت. والله لو بنت وشبهك يبقى خير وبركه. بيني وبينك انا ما عاوز يعمل حكايه الصنان اللي هيقول عليها البشمهندس ده. كل اللي يجيبه ربنا كويس، المهم تقومين لي انت بالسلامه. يسلمك يا كبير. مين؟ انا جوني. تعال يا جوني، تعال قول لي. الف مبروك يا كبير، الف مبروك يا هديه. الله يبارك فيك يا جوني. اهدي انت الحق تعرف هي مفيش حاجة بتستخبى في البلد دي ولا ايه؟ لا الدكتور اللي شكله مجرم ده هو ماشي حكالي على كل حاجة. بجد خبر بمليون يورو. طول عمري كان نفسي حد يقول لي يا انكل. من قلبي ريلي مبروك. الله يبارك فيك يا ولد ابوي. ها فكرتوا في الأسامي؟ أنا رأيي لو ميل ذكر يعني تسموه تيستو، ولو بنت تسموها براكسا. بيستو إيه يا عم أنت وبرخصة إيه؟ لو واد هسميه العتري عشان يبقى فيه مزيكا. اسمع كده العتري الكبير الكبير قوي، شايف القفله؟
ولو بت هسميها دام العز على اسم ستي الله يرحمها. لا يا اخويا، انا حسمي عيالي اسماء حديثه، يعني لو واد حسميه مهند عشان يطلع رومانسي، ولو بت حسميها نانيس. So weird. ربنا يكون في عون الاطفال دي. يا جماعه دول احباب الله، نص البلد اسمها نانيس. يعني ايه نانيس اصلا؟ انتوا مش عارفين يعني ايه بتقلدوا. خلاص هاتوا حاجه مبتكره مفيش منها كتير. يعني عاوز ده اسميه صباخ يعني عشان يبقى مميز. رايحه فين يا بت؟ عشطانه، هقوم اشرب. ايه بنت التبقره يا بت؟ مش الدكتور قال لك تقعد وما تحركيش من السرير واصر؟ عاوزه اي حاجه قولي لي، انا اروح اجيبها لك وادي. عشطانه قولي لي، عايز اشرب مي، اروح اجيب لك مي. يا اخينا في حاجه؟ دي غرفه نوم، دي جاي تحلق. احلى ايه يا عم، انا بس متاثر الكلام تاتشي يعني كان. يلا يا حني، يلا يا حني، يلا يلا. والله وحتبقى دادي. او ماي جاد، او ماي جاد، ردوا عليا. مين دول اللي ردوا عليك؟ بتوع مسابقه التمثيل بتوع امريكا، بعتوا لي ايميل موافقين. لا يا راجل، شفت بقى مش قلت لك؟ قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا لي ممكن ابعت الدي في دي ماكسيمم شهرين. طب بيس جدا، شهرين ده وقت كافي قوي. احنا عايزين نالف مشاهدين بقى جامدين جدي، حاجه اللي بتبين الهيرو، عارف، عشان يتوهموا بيا قبل ما اروح. ممكن نعمل ده بتاع ماتريكس، عارف لما كان البطل جاي عليه الطلقه من اللي هو ده؟ بس هتعمله انت بحبل طبعا، هتشدني بحبل عشان موعش. وممكن التاني كمان بتاع سوبرمان لما خد حبيبته وطار بيها من فوق الروف وعمل وش الجان. اه ايه سوبرمان ايه وماتريكس ايه يا ابني؟ الناس دي عايزين مشاهد اوريجينال، يعني ما حدش شافها قبل كده. طب هنلحق امتى نالف مشهدين دلوقتي؟ سيب الموضوع ده عليا. سيب الموضوع ده عليا، يعني تنيل تعمل ايه يعني؟ هكتب المشهد وهخرجه لك. انت عارف ان انا من زمان عندي الملكه دي، احب القصص والتاليف والاخراج وال... تصدق معاك حق، انت طول عمرك فتاي وراجل كذاب. طب مش بتصدقني؟ الحقيقه لا. يبقى سيب الموضوع ده عليا. برضو بقول لك انت بالنسبه لي فيك، يعني مفقوس. انا عارف ده موضوع وده موضوع تاني خالص، انا فاهم كل حاجه، بس سيب الموضوع ده عليا. يا ابني قصدي انك مش بتصدق. سيب الموضوع ده عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله ما انت جايبة، أنا أروح أقلع لحالي. ما أنا ما كنتش هقوم أصلا. ماشي ماشي يا أم العترة، ما هو اللي يلقى دلع وما يتدلعش. يا داي، أنت مولع سجاير؟ لا ما مولعش. أنت شربت سجاير النهاردة؟ ولا سجارة واحدة. طب كنت قاعد مع مدخنين؟ أيوة عادي، كنت قاعد مع مدخنين. لا مش عادي، أنا مش طايق ريحة الدخان دي. اخفي الهدوم دي برا، اخفيها. اها ادي الهدوم، اها وادي ريحه السجاير. ها روح يا ريح. واه اقدحها تقلب لنا ريحه الهدوم اللي في الدولاب. هذه العبايه، هذه العبايه. اها قولي لي عاد تقري ايه؟ ده كتاب جابهولي جوني اسمه الدليل الشامل لرعاية الأطفال والأحداث من فترة ما قبل الولادة حتى سنوات المراهقة. بيقول إيه كتاب دي؟ بيقول إن الوحدة في أول الحمل بيبقى خلقها في مناخيرها، ولازماً كل اللي حواليها يطوعوها ويسمعوا كلامها في أيوتها حاجة. ليه؟ عشان ما تتزربنش. وبيقول لك إن الوحدة إن تزربنت بيبقى خطر عليها وعلى البيبي. ربنا ما يجيبش زربنة. قولي لي صح، انت كلتي ولا ما كلتيش؟ لا ما كلتش. واه ينفع قده كل ده من غير ما تاكلي؟ قده البيبي يطلع لايح. والله ما قدر اكل يا كبير. لا لازم تاكلي. شوفي انت قولي لي نفسك في ايه وانا اجيبه لك ان شاء الله لو كان اي حاجه. اي حاجه؟ اي حاجه؟ اي حاجه. طيب انا عاوزه سوشي. جوني توماس انا بجد متوتر. لا جوني في ايه؟ فك يلا ريلاكس نفس. برو ايه بقى المشهد؟ على فكره انا استشفيت من لبس انه هطلع امين شرطه بوقف تريلات. اسطى
اقف رخص. لا 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 خالص. بص جوني، انت علي يا ويكا، المواطن المصري الاصيل، ابن الجنايني المصري الاصيل. بص الكلام ده كله بيحصل قبل الثوره، بالرغم من فقرك وشعرك الا انك قدرت انك تدخل كليه الشرطه. المشهد ده بتقابل فيه حبيبتك اللي هي انجي بنت الاقطاعي، الراجل اللي هو الباشا الكبير. المشهد ده انت بتقول لها فيه انك بتحبها بالرغم من الفرق الاجتماعي اللي ما بينكم. دي حلوه، في دراما في الموضوع، يعني في تحدي. بس تعرف في مشكله صغيره، حاسس انه مش اوريجينال، يعني سمعه قبل كده، شايفه. شفته فين يعني يا معلم؟ شفته شفته. يعني انت ما فتحت اللابتوب بتاعي؟ لا. يبقى ما شفتوش يا معلم. انا لسه كاتبه امبارح. ممكن. طب بقول لك ايه؟ يا بعيدا عن اي حاجه، مين دي؟ دي قمر. لا مش بقول لك انت شايفها ازاي وايه ميولك، مين دي؟ دي الغزلية بتاعت الموالد، قمر الزمان. دي قمر الزمان؟ يا امال غدر الزمان يبقى ازاي؟ طب ودي ايه اللي جابها هنا؟ يا معلم دي انجي اللي هي بنت الباشا، بطلة المشهد. دي بنت الباشا؟ دي بنت الباشا؟ المشاهد دي رايحة هوليوود. ما هي نور يا جوني، بس اعمل ايه؟ مفيش واحدة رضيت تعمل الدور غير دي، انا اعمل ايه؟ المشهد رومانسي، يعني لازم يتصدق. دي ازاي هيصدقوها؟ ازاي؟ بعدين تخيل سبيلبرج بيتفرج على المشهد، تخيل. يا معلم الناس دي مش عايزين يشوفوها، ما لهمش دعوه بيها خالص، عايزين يشوفوك انت، الفوكس عليك انت، مالكش دعوه. بص بقى انا هشيل كل ده في المونتاج. مونتاج هيعمل ايه؟ هيعمل يا نهار اسود، دي جايه علينا. تكون سمعتني؟ عادي يعني، ايه المشكله؟ بقول لك يا اخويا انت وهو، انا ما حدش اتفق معايا على المصلحه دي، كمان اول مره اشتغل موديلز. لوحدها موديلز. انا بقول لك اهو، انا هاخد في المصلحه دي 25 جنيه، ما ينقصوش مليم احمر، زي اللي باخدهم في المولد. رد رد على بنت الباشا، رد. اوكي يا قمر، بصي احنا هنديك اللي انت عايزاه. طب اهرش. اهرش؟ اهرش، مش عايز اهرش. اهرش ليه؟ ابي بالالمانيا يعني. كلميني عربي. طب عربي بليز. اللحاليح، الكتاكيت، البرادس، الفلوس. ما تتنيلي قولي فلوس، اتنيلي قولي فلوس. خلاص خلاص فلوس. خلاص يا جوني خلاص. ايه 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 يا 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 خلاص خلاص، معلش معلش يا جماعه. انت ايه يا ست الكل، انت جاهزه؟ ست الكل، الهي تنسطر، اول مره حد يحترمني. طب معلش اتسطر. ها يا جماعه جاهزين؟ جاهزين. اوكي اكشن. انجي علي. علي هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. عوقت ليه يا جدع وخشتني عليك؟ انا قاعده مستنيك النهارده من الفجر. طب ورحمه ابويا اللي هيعدمه يا رب، كل يوم بقعد استناك هنا في الجنينه. كت. ايه يا جوني في ايه؟ ساكت ليه؟ ايه مالها؟ واحدة بلا فترة مش فتش البوي فريند بتاعها، بتقول له عوقت والجنينة، يرد البوي فريند؟ يرد؟ ايه يا ست الكل في ايه؟ ما بتقوليش الكلام المكتوب ليه؟ بقول لك ايه، الكلام بتاعكوا ده يا اخويا ملعبك، وبعدين انا ناصحة وواعية، عارفة انتوا عايزيني اقول ايه؟ انا هقول لكم اللي انتوا عايزيني اقوله بالوايم كده، بالفهلوة والحداقة. ايه الصعب في النص؟ ايه الصعب؟ عايز افهم. اللي انت قلتيه ده متنيل اصعب 100 مره من المكتوب، وبعدين ما تتنيلي تقري المكتوب وخلاص. اقرا ايه وانيلي وانا بعرف اقرا؟ وبعدين يا حبيبي انا مش جايه مدرسه، بقول لك ايه؟ عاجبك عاجبك، مش عاجبك اديني حبيبي فلوسي وامشي، عندي اسبوع. طب خلاص خلاص معلش جوني جوني. مونتاج، كل ده مونتاج. اوكي. يلا. اوكي. جاهز؟ اه. طب يلا كل واحد من الاول بقى، من الاول. روح مكانك يا ست قمر. قمر ايه؟ قمر ايه؟ قمر بالستر. جاهزين؟ هنعمل تاني. ها ثانية واحدة. اوكي. انا اكشن. انجي. علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. انت عوقت ليه وخوشتني عليك؟ انا قاعدة النهاردة من الفجر جدع مستنياك، والأخوية اللي بيني وبينك، أنا كل يوم بستناك هنا في الجنينة. I'm so sorry يا حبيبتي. بقالي 3 ويكس ما خدتش أجازة، عندي امتحانات ميد تيرم وما ذاكرتش حاجة. لا إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمك وأشوفك لواء.
بس مش عارفه على علي كده يعني. انا ما كنتش مصدقه ان انا هبقى مدلوقه عليك وابقى عايزه اشوفك على طول. ايه جدع مالك منشي كده؟ الله اصغدني، هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ لا ما وحشتنيش يا انجي، ما وحشتنيش. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان بشوفك في كل حاجه. بشوفك في قرص الشمس، في قرص القمر، في قرص الفيتامين سي الفوار، بشوفك في فوم النسكافيه. اعترف لك بحاجه، لما بتوحشيني قوي بطلع الورده اللي اديتها لي زمان في عيد الشرطه اللي فات. يا لئيم انت لسه محتفظ بيها؟ دي زمانها عفنت. بتقول لك عفنت يا عم، مشهد رومانسي بتقول لي فيه عفنت. مونتاج، كل ده مونتاج. مهما عفنت ومهما كمكمت هفضل محتفظ بيها. عارفه ليه؟ ليه؟ بتفكرني بيك باجمل عيد شرطه عدى عليا. وانت كمان لازم اديكي حاجه تفتكريني بيها. لا 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 بصي، ما ينفعش، احنا لسه ما ارتبطناش. النوج خدي دي. يا لهوي، او ماي جاد، ام بليدنج. النوج دي عليه؟ انت اتجننت في حالك يا ولا؟ خلاص النوج، النوج خلاص، هو ده بس مجرد سكراتش بسيط. سكراتش ايه ونيلي تيه؟ صبعك بيشلب دم. هو اكيد مش قصده يعمل كده. ايه يا شاطر، انا كنت قاصد، وده عشان يعلمك انك ما تهديش بحاجات مش بتاعتك، ناس ما انتش من مقامهم. سيبك منه، الواد ده شكله بيهالفت، شكله مبرشم. انت ضارب حاجه ولا؟ خد القشار ده اربط التعويره لحد ما اجيب لك الميكروكرول. الميكروكرول غوري هاتيه. تكنيلة في غباوتك، تصدق وادي علي انت غبي؟ تكنيلة في اللي ربوك، اخس عليك. وانت يا شاطر اوعاك تفكر انك البدلة اللي انت لابسها دي ولا الشرايط الحمراء اللي انت معلقها هتخليك توعى لنفسك صح انك ظابط. لا فوق، الخلاجات ما هتغيرش اصل اللي لابسها يا ابن الجنيني. نو مان نو، الانسان مش بالشميز اللي عليه. نو الانسان بالديتيلز الحلوه اللي بيعملها. انا ما عنديش وقت اقعد اضيعه معاك ورط، انا راجل مشغول، عندي ماتش كريكيت مهم في النادي. لكن قبل ما امشي احب احذرك تحذير اخير، تعويره المره دي جت في صوبعك، انما المره الجايه تعويره تبقى اكبر، لان الهدف هيبقى اسهل واكبر. كات هاي يا فزاع. فزاع ايه يا حيوان؟ ده مش الشوريل بتاعي، ده ممثل تاني فيه. وبعدين في جمله كلها ايحاء، ايه 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 الهدف هيبقى اكبر؟ هتهزر هتهزر؟ بعدين اصل المشهد كله انا مش مقتنع بيه، ايه اللي بيحصل ده؟ انت متخيل شريط زي ده لو وقع تحت ايد مخرج زي جيمس كاميرون؟ ايه 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 الرياكشن بتاعه؟ جوني انا قلت لك قبل كده ان كل الهري ده في المونتاج. يا ابني انت المهم عندي، يعني انا ببروزك. انت شكلك هتلبسني في حيطه، مش ممكن. جوني اهدى، في ايه؟ هتظبط. بقول لك يا اخويا، هي الليله الغبره بتاعتكم دي ما فيهاش طفح. معقوله يا اشلي؟ طب قولي لي يا ست الكل، عايز تاكلي ايه على البريك؟ هو حتتين سمين كده من اي مصمت وجنبهم حتتين طرش. غير ها؟ غير هدوم. ده ماله ده؟ عادي يا ست، السوشي اللي نفسك فيه. لفيت النجوع نجع نجع عديل يومين لحد ما لقيته. ايه ده؟ هو ريحته عاملة كده ليه؟ ما طبيعي يا بت، هو مصنوع من ايه اساسا؟ ده مصنوع من عجينة الجيلي فيش، وده ملفوف بمصارين الاخطبوط الداخلية، وده معمول بمدعوق البحر. لا يا اخويا انا ما عاوزاش اكل من المصاريح ده. يعني ايه ما عاوزاش تاكلي مني؟ طالع عيني عشان اجيبه. يعني خسارة فيها يا كبير؟ مش مسألة خسارة يا هدية، بس لازم تاكلي اي حاجة، اكده عفش عليك وعلى البيبي. ايوه بس البتاع ده ريحته قلبت لي بطني، مش هقدر اكل منيه. معلش معلش، هو ريحته زفرة بس طعمه زين، شوفي. شفت؟ اديك ما استحملتش تحط دنشة في خشمك اها. ما هي هدية لازم تاكل اي حاجة، اي حاجة، ان شاء الله لحسة ركفور. طب اقول لك انا نفسي في ايه؟ ولا بلاش؟ ايه الهبع دي، ما تنطق يا ولية، طلعت عيني. انا عاوزة ملوحة. ليه ملوحة؟ ليه ملوحة؟ اسمي شرحم يا شيخة. ونعمل ايه يا كبير؟ نفسي جبتني عليها. حاضر، ما انا لازم اجيب لك، بدل ما الواد يطلع لي زعنوفة في. السلام عليكم. استنى شيل البتاع ده من هنا. أرش سكر وادي الفزاعة على انه بسبوسة. ايه
ملك فرنسا وقائد الجيوش الفرنسية. كارل دي مونفرا، آرثر، روبرت ديوك أوف لاندرز، ويليام برنس أوف سواريا، أري دو شامباين، روبرت ديوك أوف ليستر، حامل الدرع الذهبي من أليكس الثاني إمبراطور بيزنطيا. أوه ماي جاد، مش ممكن، تحفة، تجنن. هو ده اللي كنت عايزه، بس مش عارف، حاسس نفسي شبه الواد بتاع الكوتشينا. ايه الشخصية بالظبط؟ بص يا معلم، الشخصية بتاعتنا دي شخصية، هي من وحي خيالي طبعا، بداعي الخاص يعني، وهي شخصية القائد المغوار عماد الدين الأليوبي. عماد الدين الأليوبي، اوكي. المشهد بتاعنا اللي بنعمله دلوقتي هو مشهد في ظل الظروف والحروب الصليبية. بيجي بقى القائد بتاعنا المغوار ده علشان يتفاوض مع الصليبيين والأمراء الصليبيين على الهدنة، على السلام، على شفته؟ بص اكيد شفته فيلم، شفته وانا قاعد في حته، شفته. لا يا معلم، صدقني انا واثق. صدقني انت بيتهيألك دي في دي حاجه، ده ابداعي الخاص يا جوني. في ايه؟ ميبي ميبي. طب بص، بعيدا عن الكلام ده، عايزك في موضوع تعالى. طب اتفضل. بص اسالني في اي حاجه انا معاك. يعني انا مش هسالك مين دول ولا انت جبتهم منين، انا هسالك سؤال واحد. تعالى يا حاج، مين ده؟ ده كبير فرسان المعبد. كبير دي بالمقام مش بالسن. اتفضل يا حاج. هو اسف، اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. وايه ده؟ مين ده؟ تعالى يا برنس. مين البرنس؟ ده كبير الخياله. ده هتصوره بيركب حصان ازاي؟ هتخرجها ازاي؟ قول لي. جرى ايه جوني؟ في ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الناس دول كلهم في المونتاج وانت التركيز عليك. بنصورهم ليه طيب؟ بنصورهم ليه لو هنشيلهم في المونتاج؟ جوني لو سمحت ما تتدخلش في شغلي، انا هنا المخرج وانا هنا الليدر. اوكي سير. انت جاهز؟ جاهز. لا مش جاهز. اتفضل روح كمل لبسك والبس الخوذه. اوكي. جاهزين يا جماعه؟ جاهزين يا باشا. قوم يا حاج. انت قاعد ليه؟ امسك سيفك. ترصوا بقى. ترصوا هنا. تعالوا ورايا. تعال يا حاج. ها جاهزين؟ اكشن. مداش وبعت مرسال من ردلته بيستهزئ بينا المفضوح. الرد الوحيد على شخص زي ده نحن نبعت له جتة المرسال بتاعه. ايه ده؟ ده هو اللي دايب ذات نفسه بانه دريء. حاجه عجيبه، ما يجيبش معاه رجاله تحرسه ولا ايه؟ مفكرنا افيان وبيستهزئ بينا. جود بوي. ريتشارد قلب الأسد، ملك إنكلترا وكبير مشجع مانشستر يونايتد. جومابيل فيليب أغسطس. أبقى ملك إيه؟ ملك فرنسا. ما أنا قلت جومابيل. فرشين يا جميلة الجميلات، أرملة وجاية في أي مصلحة. كوناردي دي مونفرات ملك ألمانيا. ويرد. روبرت فروم أيرلندا. والحق أريود أوف رندا. إكسكيوز مي، آخر حتة اوف رياندا. معانا وربك اوفر ديوك، حارس الدرع الذهبي، امبراطور بيردلتا، قائد فرسان المعبد. وحفظتها ازاي دي يا حاج؟ او ماي جاد، اكشلي انا نسيت انا مين. وير ا مينت، انا عماد. عماد الدين خدام العرب. شوف يا عم عماد، لو عاوز تخلص موضوع الحرب اللي بيناتنا دي يبقى تسلم واحنا لينا شروط. اكسكيوز مي، ما سمعتكش كويس. الأرض دي انتوا مالكوش فيها. بلس لو عايز فعلا سلم، اوكي بالنسبة لي قشطة، موافق. نعمل قعدة عرب وانتوا اتكلوا على الله بعد ما نتفق عليها وبتحركوا على الميل. انت ما عاوز تسلم ليه؟ السلام بتاع ربنا. نفهم من كده انك ناوي على الشر وعاوز تحاربني. لا انت عندك مشكلة في الاستيعاب، انت اللي بتقوله ده عكس اللي انا قلته خالص. اقطع دراعي من هنا اهو ان كنتش بتستهزئ بينا. دراعي اغنيه، انت بتسخريهم ايه؟ ريتشارد انا بكلمك انت، ما تدخلش الستات في الموضوع. اكشلي الحرب مش ستايلي قوي، يعني انا الوقت ده ممكن اضيعه في حاجات كتيره قوي مفيده اكتر. بس لو انت عاوز الحرب
سوات؟ انت وين اللي انت بتقوله ده يا ابن الحلال؟ احنا ما احناش قلائل، احنا هندش ملك انت واللي معاك كلاتكم. So funny. You know what? Hit me. انتم تحرقون زيت الزيتون واذا فهي الحرب. الحرب 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 هي الحرب دي ما فيهاش نسوان. الحرب دي رشفه. بتصور ايه؟ بتصور ايه؟ ايه يا جوني ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ المشهد لسه ما خلصش، اتفضل خش المعركه. ده مشهد؟ ده سلطه بلدي، بعدين انا البطل، بتصورني من ظهري؟ جوني انا المشهد اللي فات بتاع رد قلبي بتاع ايه؟ ايوه بتاع عليا ويكا صورتك من وشك، المشهد ده من ظهرك عشان يبقى فيه فرايتي جوني. طب البتاع اللي انت بتعمله ده كله هتخلصه امتى؟ احنا المفروض نسلم بكره بالليل اخر ميعاد. انا بكره بالليل يا معلم هخلص المونتاج والمكساج والدوبلاج. وقولي الاول انت امتى النتيجه؟ بعد 6 شهور تقريبا. اوكي ده لسه بدري جدا. على فكره احنا في السيف سايد. عايز اقول لك على حاجه فزاع مقطعك في المشهد ده موت 3 لغايه دلوقتي. جوني الحق عشان مش هتلاقي حد تموته. انا هموت فزاع نفسه. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جبت الحاجات؟ كل حاجة طلبتيها جبتها. الفراخ جبتها شمرت؟ جبت الفروزة شمرت. والبط والحمام؟ جبت كل الطير وديت الفزاعة عم يدبح فيه وينظفه. وجبت المغات؟ يا بنت جبت 10 كيلو، جبت كل اللي طلبتيه مني. ماشي. بسم الله ما شاء الله. فرحان قوي. يعني عم تاكلي ما عارفين شو سدوكي. واه. ايه يا كبير؟ هتبص لي في اللقمة ولا ايه؟ يا بنت ما قصديش يا بنت. بس يعني اللي يشوفك اول ما حبلتي كان نفسك طامه واكلك كيف اكل الزرزوره ما عايزاش تاكله خالص. بس دلوقت بسم الله ما شاء الله عم تحشي كيف الجاموس هالعشار. ابوك اللي سكين العاكر خامس مره يتصل بي يسال على العنوان مع انه جهنه ولا 100 مره قبلك ده. معلش يا كبير استحمل حكم السن برضك، ما انت عارف هو من ساعة ما تعب آخر مرة بقي بينسى شوية. ينسى شوية؟ ده نعمة منيه على الآخر. أيوة يا حاج درديري. أنا مين إيه يا حاج درديري أنت اللي متصل؟ أنا الكبير يا حاج الكبير، جوز بنتك هدية. يا حاج أنا بقول يا حاج أنا قايل لك العنوان يا جي 100 مرة قبل كده. أنت فين دلوقتي؟ هتلقى جامع، هتلقى جامع. تمام. بعد الجامع ده بحر. خليك ماشي طوال تلقى شرق قطر. بعديها تلقى الترعة، امشي معاه تلقى الدوار. زين؟ وعليكم السلام، وعليكم السلام. ايه؟ أنا كبير جوز بنتك يا حاج. تبين إنه أبقى مرة طافح. إيه الاستفزاز ده؟ الساعة بقت 3 والنتيجة لسه ما نزلتش على السايت. ما هي مش تبقى 3 بالظبط يعني هتتاخر ربع ساعه 10 دقايق كده. طب ليه؟ ليه يلعبوا بعصبنا؟ ليه؟ احنا 10 تنفار بس بينقوا منهم. جوني دول بيعملوا فيلم تيتانيك 2 وبيختاروا البطل بتاعه، مش بيعملوا سنوات الضياعه. يعني انا قاعد متوتر ومحروق دمي وانت قاعد مفخد. طالع مكان، طالع مكان، انت توتر شويه انا تعبت، طالع مكان. حاجه استفزازيه. يا نهار اسود. ايه؟ ايه سيت؟ لا اللابتوب هنج. يا اخي اتنيل اعملوا ريفرش. طب خلاص اوكي يا جوني كالم داون. في ايه؟ يا نهار اسود. ايه؟ هي ناقصة، هي ناقصة. هات هات يا عم انا غلطان اللي اديتهولك. اوه ماي جاد. ايه؟ ايه في ايه؟ درديري ترى على شمالك حلو قوي، خليك مكمل طوالي. هو الدوار اللي في وشك ده.
ماشي، سلام عليكم. يا كبير، كنت عاوزك في موضوع كده. خير يا جوني؟ فاكر مسابقة التمثيل بتاعت أمريكا اللي قلت لك عليها؟ ايوه. المسابقة عدم لمؤاخذة، الراجل ده مخبل. ايوه يا حاج الزرديري، عاوز ايه تاني؟ النمرة دي بترن عليك. انا الكبير يا حاج. نسبتك حلو قوي. لقيت تمثال وقف عندي، هو ده الدوار. ايوه شايفه شايفه شايفك يا حبيبي، بتعمل لي باي باي. شايفه، يلا يلا يلا. ده ده علم المغص يا اخوي. قل لي guess what، ابنوني في المسابقه هبقى بطل تايتانيك 2. صح صح، الف مبروك. الله يبارك فيك. هتسافر متى تصور الفيلم ده؟ بكره بالليل. باه، يعني ما تحضرش الولاده ولا ايه؟ الدكتور قال ان هديه هتولد الاسبوع ده. طب انت هترجع متى؟ ما هو ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه، انا مش هرجع تاني. انت بتقول ايه؟ دقيقة واحدة افتح الراجل المخبل ده واجيلك. السلام عليكم حج درديري. والكبير قاعد هنا؟ اهلا 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 يا حج درديري، نورت الدار. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، عامل كيف انت وعيالك؟ عليه يا حج، وانا لسه خلفت. لا ان شاء الله بكره تخلف، بس ربنا يرزقك ببنت الحلال. حج درديري انا جوز بنتك. بنتي؟ بنتي النهي هديه. هديه. معلش يا ابني، اصلي بقالي ثلاث ساعات تايه في السكه لما نفوخي ورم. والراجل الحمار اللي كان قاعد يوصف لي السكه في التلفون ما عرفش يدلني على الطريق خالص. حمار ايه يا حاج الدرديري؟ انا اللي ما علينا يا حاج، تعال انا اعرفك. جوني ده يبقى الحاج الدرديري ابو هديه. بجد والله؟ وصاف مان. وده عارفه سهير شلبي. وحشانة يا ستي وحشانة، من ساعة تاكسي السهرة ما شفناكيش. انت فين؟ معلش اصلي بعت التاكسي وهجيب توك توك. هو ايه النظام؟ ماله ده؟ سهير ايه بس يا حاج؟ سهير ايه؟ ده اخويا جوني، اخويا التوأم. سبحان الله، فولة واتقسمت نصين. هو بسموك ايه ده؟ بسموك ايه بس؟ اطلع يا حاج، اطلع فوق اطمن على بنتك. بنتي؟ مالها؟ جرى لها حاجة؟ بنتك حامل وعلى وش ولادي. حامل؟ بنتي حامل؟ يا مصيبتي، مين السافل اللي عمل فيها كده؟ هو نفس الحمار اللي كان عمي يوصف لك الطريق. اطلع يا حاج. ايوه ما انا لازم اطلع، لازم اعرف منها كل حاجة، لازم اغسل عاري بيدي. اطلع اغسل، اطلع اغسل فوق، اول اوضة على اليمين. يلا يلا فوق. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا ازاي سابينه كده؟ طب ما تودوه دكتور. جبت البعيدة، ما احنا وديناه الدكتور، هم اللي وديناه العرفيين. ثانية واحدة يا جوني. بتكلم مين يا حاج انت؟ انا عارف واحد رزل قاعد يرن لي، ما خبرش على زيادة. يا دي المرار الطافح. انا يا حاج، انا اللي عم برن لك. وبترن لي ليه؟ عايز حاجة؟ بناخشك، بدلع عليك. اطلع يا حاج عاد. اطلع اعمل ايه؟ تغسل عارك. ايوه اغسل. فيري ويرد، دي راحت منه يا معلم وشكلها مش راجعه تاني. خليك منه، اقعد. ايه موضوع سفر امريكا ده؟ زي ما قلت لك يا كبير، لازم اروح امريكا وشكلي مش راجع تاني. ليه؟ موضوع التمثيل ده شكله هيظبط هناك يا معلم. بعد ما اعمل فيلم تايتانيك 2 اكيد مش هبطل اعمل افلام. اديك شايف ليوناردو دي كابريو بعد تايتانيك 1 ما عادش في البيت، قاعد ينحت السوق كله. على قولتك تلقاها في كل حاجه، ما في كل حاجه. طب وبعدين هتسيب البلد تضرب تقلب كده؟ انت نسيت ان انت العمده؟ البركه فيك انت يا برو، انا قررت ان اتنازل لك عن العموديه. سيبك من موضوع العموديه ده، ود اخوك اللي هيتولد ده مش هتشوفه ولا مش فارقه معاك؟ ازاي مش فارق معايا؟ ده انا هموت واشوفه، بس يعني لازم اكون في امريكا بعد بكره عشان نمضي العقد. والعقد دي حيطير، ما تقول لهم هتقعد يومين ثلاثة لحد ما البت تولد. مش هيستنوني يا كبير، بعدين بصراحة أنا خايف يعني لو اتأخرت عليهم يدوا الدور لحد تاني، ممكن جدا يدوا الدور لروبرت دينيرو ولا الباتشينو. بعدين أنت ما ترضاش فرصة زي كده تضيع عليا صح؟ لا ما أرضاهالكش.
شوف مصلحتك فين وتوكل على الله. لو مصلحتك في السفر سافر يا ولد أبوي. منور والله يا أبوي، وانت عامل ايه دلوق وصحتك عاملة ايه؟ نحمد الله يا بدي. وهنادي اخبارها ايه؟ هنادي 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 مين؟ هنادي اختي بنتك يا أبوي. اي بوي 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 ما انت عارفة عاد الدنيا تلاهي وفين وفين اما نشوفوها. واه فين وفين اما تشوفوها؟ كيف يا أبوي؟ هنادي دي اللي قاعدة معاك. لا هنادي اللي قاعدة معي، اللي قاعدة معي الصغيرة. ما الصغيرة هي هنادي. يا قعم رب رب، ده انا طول عمري بقول لها يا هند. هند مين يا أبوي؟ اللي قاعدة معاك الصغيرة دي هي هنادي. الله، أم الهند دي الناهي. هند دي اللي اتجوزت وقاعدة في أسيوط. الله، اللي قاعدة في أسيوط دي مش هدية؟ يا مراري. خليه يخش. هو مين ده؟ مراري. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. أهلا يا أهلا يا أهلا. إزايك يا مراري؟ إيه اتفضل اتفضل اقعد. ثواني أنزل أندهلك الكبير. يا ريت، أنا لسه كنت حفتحك في الموضوع ده، ده أنا عايزه ضروري. شوف أنت هتلقاه فين؟ بعيد عن الدوار بكيلو عند الترعة. أمر جنابك يا كبير، مراري مزنوق فيك، عايزك ضروري. لا حول ولا قوة إلا بالله، أبوك دي حيجيب لي لطف اليومين اللي قاعدين بحضانة. معلش يا كبير، خد على قد عقله. أخذ على قد عقله أكثر منك ده إيه؟ معلش، أنت الكبير برضك. هو الكبير هيلقاها منين ولا منين؟ مالك يا كبير؟ نزلوني كسب في مسابقة التمثيل بتاعت أمريكا دي. أمانة صح؟ هيمثل خلاص؟ إيه. طب وإيه اللي يضايقك في حاجة زي دي؟ وقال لي إنه هيسافر ما معودشي. ما معودشي؟ ليه؟ لازم يقعد جار شغله. طب وهيسافر متى؟ بكرة عشية طيارتها تطلع من مصر. ما هيستناش المولد؟ بلا ما أخزي، هو الكبير قاعد هنا؟ ايوه يا حاج، انا جاي لك. امرني بقى يا راجل، انت قاعد هنا وانا قالب الدنيا عليك برا. خير؟ فيه راجل قه كده سأل عليك اسمه مراري. وهو فين دلوك؟ انا سايبه قاعد فوق مع هدية. طبعا اذنك يا هدية، ما اروح اشوف الراجل اللي قاعد معاك. يلا يا حاج، يلا يا حاج اوديك الملاهي تلعبوا التويستر. مين دي؟ ايه انا ندي حب على يدك. يلا يا حاج يلا. جوني، انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش هتحضر حاجتك ولا ايه؟ اه ابا حضرها حضرها. طب يلا دلوقتي عشان بكره ما تبقاش مستربع وانت بتباك. وانا ايه؟ بتباك. لا لا ما تقلقش، ما يعني هتصرف، هحضر حاجات. جوني في ايه؟ مفيش. جوني في ايه؟ بص انا بصراحه يعني مش عارف، ما كنتش متخيل اني ابقى متضايق كده وانا مسافر واسيب البلد كده. خلاص مش هشوف الكبير تاني ولا هدية، حتى البيبي اللي مولود جديد ده مش هشوفه. يا معلم هما اكيد هيبعتوا لك صورته على النت وتشوفه وتفرح بيه وكل حاجه. يعني النت مش زي الحقيقه برضو، مش هبقى شفته في الحقيقه. بعدين في حاجه مأثره فيا قوي، الكبير كان متضايق قوي ان مسافر. متضايق ايه وبتاع يا معلم؟ انت هتمشي من هنا والكبير هيرجع للعموديه تاني وكل حاجه تبقى زي الفل، هيزعل منك ليه يعني؟ انا حسيتها، كان متضايق قوي اني مسافر، وبعدين ما كانش فارق معاه خالص حكايه العموديه. طب ما هو لو الكلام كده بقى يبقى اكيد الكبير هيبقى فرحان جدا ان انت هتروح وتحقق حلمك وتبقى نجم ومشهور. بص انا وعدك انك اول ما تنزل امريكا هتنسى كل الحوارات دي بالظبط زي ما كنا جايين. انت مش كنت زعلان انك تسيب امريكا وجاي على هنا؟ يا ماشي ماشي. انا بص انا كده كده شويه كده وافك يعني. لا يلا تشير اب، يلا يلا. بس انت امشي بس سيبني في حالي كده وانا افك لوحدي. جوني تشير اب بقى يلا. هتوقعني يا ابني؟ ايه؟ في حد يفك حد كده؟ انت مجنون؟ ام سوري. امشي 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 يا توماس امشي. اوكي ام سوري.
هيرب. لا فصلني من الموت، فصلني من الموت. بروح حتة تانية أزعل فيها. خش. هدية إزيك؟ How are you doing؟ الحمد لله نحمد ربنا. إحنا كنا جايين عشان نسلم عليكي. توحشينا قوي يا هدية. وانتي كمان يا حبيبتي، هنتوحشوكي اكتر. طب ومستعجلين كده ليه؟ ما تقعدوا تتغدوا الاول. معلش بقى يا هدية، لازم نروح كايرو دلوقتي عشان نلحق ميعاد الطيارة. طيب توصلوا بالسلامة ان شاء الله. والله هنتوحشوك يا سي توماس. ايه ده بجد؟ يو تو يا هدية بجد، انتي كمان هتوحشيني. هدية عايز اطلب منك طلب، بليز نفذيهولي. اول ما تخلفي الواد عايزك تصوريهولي، بس بكاميرا تكون على الاقل 21 ميجا بكسل. بلاش كاميرا الموبايل الحقيره، بتطلع شكله غريب مناخيره عامله كده. وبعتيها لي على الميل بتاعي blondie@hotmail.com. ما هو باين انك ملهوف قوي عشان تشوفه. طب اعمل ايه يا هديه؟ اعمل ايه؟ مش بايدي والله، اكل العيش مزز. لا يا اخويا سافر، احنا برضك نحب لك الخير، بس ابقى اسال علينا يا سي جوني، ودنا لو حتى بالتلفون. تلفون ايه يا هديه؟ ما الدنيا اتطورت خلاص يا حبيبتي، دلوقتي في ويب كام، في سكايب. بليز بليز ما تخليش الكبير يسميه الاسم الغريب اللي عايز يسميه له ده. العتره الكبير الكبير قوي، الواد هيطلع مشوش، يعني العيله مش ناقصه فريكس. حاضر يا سي جوني. هديه ابعد عيلي. ربنا يكرمك وينجح لك المقاصد قادر يا كريم يا جوني يا ابن الحجه سمنتي. هتوحشيني قوي. وانتو كمان. يلا عاد اتكلوا على الله، لحسن انا دمعتي قريبه وما هستحملش العجد دي. مي تو. ام سو سنسيتيف. سلام عليك. ايه ده؟ هما السياح دول الجمنين. ويلكن ويلكن زيزيز هدية بنتي، وزيزيز ابوها. دول مش سواح يا ابوي، مش سواح. مش سواح كيف؟ لا سواح ايه ده؟ طيب البغبغاني الزنجباري دي ده ما فيش منه في مصر خالص. انا قلبت الدنيا عليه النوع دي. قطع معاك كام دي؟ لا ده انا اخدته هديه مع الايبود. هديه. طيب يعني لو فيه منه خلفي ابقى عين لي واحد بس من النوع اللي فين جناحاته. لا ما انا نتفته يا حاج عشان ما يطيرش مني. ايوه ايوه ايوه. تعال يا ابوي تعال اقعد هنا، انت ما اكلتش من الصبح. تعال. واني ما اكلتي؟ لا يا ابوي، وانا بقول مالي هفتن كده ليه؟ يلا انتوا مع السلامه، لحسن لو قعدتوا ما هتخلصوا شيء. جود باي. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي يا ابوي. قول يا ابوي، قول يا ابوي انت ما اكلتش. واني ما اكلتش؟ لا. ايه انا بقول مالي هفتن. الحمد لله شبعت. خلاص السجون، الشنط نزلت كلها وبره مع الست أشلي وسي توماس. قلبي ما بيستحملش اللحظات دي بقى. والله هتتوحشني قوي يا سجوني. خلاص خلاص يا عم جابر، الطيارة هتفوت يا عم جابر. اهدى يا عم. سلام يا سجوني. ايه نويت خلاص؟ ايوه يا كبير. والله يا اخي يعني بالرغم انك كنت تافه وبارد وقرفنا معاك، بس الدار دي ما يبقى لهاش حس من غيرك. انا ما كنتش اتوقع ابدا انك تبقى زعلان لو انا مشيت. والله ولا انا، بس زي ما تقول العشره يعني. انت اخويا برضك مهما يكون يا جوني. او ماي جاد، انت طلعت سنستف يا كبير. امال انت مفكر ايه؟ احنا يعني لو معاشرين بهيمه كنا هنزعلوا عليها. بص انا اي ثينك انت تقصد حاجه حلوه، بس التعبير خانك. انا اقصد يعني ان انت معزتك عندي اكتر من كل البهايم. خلاص خلاص يا كبير، انا بص وصلني الصوره.
بيرفكت. انا عايز اسالك سؤال، انت من جواك مش زعلان مني؟ شوف انا في الاول كنت زعلان عشان ما تحضرش الولاده ومش هتشوف البيبي، بس يعني ما كرهلكش الخير، انا في ديك الساعه لما تنجح تبقى نجم. يعني اكيد اكيد مش زعلان مني؟ لا ما زعلانش، بس هزعل لو ما سالتش علي. ازاي ما اسالش عليك؟ ده انت اخويا الصغير يا كبير. يعني انا خايف يعني جو التمثيل اللي يخليك تنسى اهلك، تطلع في التلفزيون تقول الفضل يرجع للمخرج والفضل يرجع للمنتج والفضل يرجع للربراب وتنسانا. ما تقلقش انا عمري ما انساكوا ابدا. تعرف انت هتوحشني جامد جدا، وانت هتوحشني جامد ستي. باي يا كبير. سلام يا ولد ابوي. خلاص بقى يا هدرس. هدرس ريلي الميسيو. اني كمان. ايه ده؟ انت فاهم يعني ايه الميسيو؟ أدرس أنا هديك حاجة عشان تفتكرني. لا دي بستعملها. ريلي؟ أيوه ريلي. أدرس أوعى تبيعه. يعني خلاص لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملهوش بديل. سو كيوت. هنتشوقوا ليكي يا ست شلي. انا عملت لك اضافه على الفيك بوك عشان يبقى نتشات وكده. فيك اسمه فيس. لا تقولي علي. طيب المسي يا فيزو. بيس. مي تو. باي باي هاجرس. اهدى 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 هدرس، اهدى اهدى، مفيش راجل بيعيط. قلت لك هبعت اخدك، بس خلص ورقك وتيجي تشتغل معايا لبيس. لا ادي معاك دلوقتي. ما ينفعش يا حبيبي، لازم نخلص ورقك. هتيجي معايا ازاي؟ انا عامل حسابي. بص في هنا ديب سري، وانا هخش بالشنطه وانت تقفل عليا. يلا اقفل عليا. ما ينفعش، انت باين قوي انك انت جوه الشنطه. لا. في بني ادم جوه باين. اقفل عليا اقفل عليا. هدرس لوك تو مي لوك تو مي. انت عارف طريق قد ايه؟ 12 ساعة. هتموت يا مجنون. مش مهم، اقفل علي اقفل علي. ادرس مفيش راجل بيعيط. تعالى مفيش راجل بيعيط. جود بوي جود بوي. اول ما اوصل امريكا هبعت لك تذكرة على طول. لو عاصلك معاهم موضوع الورق بتاعك عشان شكلك ويرد بالنسبة لهم، مش هيفهموا ستايلك ده، ساعتها هبعت لك شنطة اكبر واحط لك فيها كمان زبيب وزداني عشان يبقى عندك باور طول 12 ساعة. بجد؟ أنا عمري كذبت عليك؟ ماشي يا سدود. فيزو. ألف سلامة يا جوني بير. ما بحبش بوس الشباب لبعض. بلا ما أخده، هتوحشنا قوي. كنت عاوز من جنابك خدمة صغيرة كده يا جوني بير. أمرني. يا ريت جنابك أول ما توصل على الولاية المتحدة يبقى كتر خيرك لو تبعت لي 5 تذاكر للفيلم علشان ندخل أنا لو الولا هدرس والحاج أمي وإخواتي كلاتنا. لسه ما تصورش. من خيب لسه ما تصورش، فعاوز جنابك أول ما توصل أمريكا تبعت لي 5 تذاكر عشان ندخل ونتفرج على الولا هدرس وأمي والحاج. ماشي هبعت لك 5 تذاكر، بس أنتوا هتروحوا تتفرجوا عليه في أمريكا يعني؟ لا يا أمريكية، وما هينزلش هنا ولا إيه؟ هينزل هنا. طيب يبقى جنابك تبعت لي 5 تذاكر من الولايات. طيب بصوا بقى هقول لك على حاجة، أنتوا إيه؟ خدوا ادي 100 جنيه اهي، هاتوا بقى انتوا فشار وزيتوا وروحوا اتفرجوا على الفيلم. ربنا يحرمنا منك يا جنبي. لا ايه؟ لا لا ايه؟ لا دي غرسك يا عم. لا ادي معاك. لا ما قلت لك مش ادي معاك. بس اوعى. لا لا ولا ادي معاك. مش ادي معاك يا مجنون ده ولا ايه؟ سدوني ادي معاك يا سدوني ادي معاك سدوني. لا سجوني خلاص عادي يا عم جابر، انت تقلبها مسلسل تلفزيوني واللي سجوني.
الزول حيتوحشني قوي كبير. وحشتني كمان. خلاص يا عم جابر خلاص خلاص عاد. قرف ده تعمل ايه؟ يا كبير يا كبير، بلا مؤاخذة لكون جيت في وقت مش مناسب ولا حاجة. عاوز ايه انت؟ في واحدة قاعدة في الأوضة دي، الأوضة دي بينها الأوضة دي مالها؟ بينها بتولد. بوه هدي ومتصربع كده ليه؟ رب يستر. ما قدرتك وبعدين استر يا رب. يا دي الفال الاسود تبكي ليه انت؟ فرحان يا كبير، فرحان اني حشوف ولادك وحشوف احفاد الكبير قوي. هي دي طريقه تعبير عن الفرحه يا راجل انت؟ اه يا با يا با يا با يا با. اه يا با يا با يا با يا با. يما يما خمرت عقلني. يا رب يا ابو استر يا رب. عندك هي البت اللي بتصرخ جوا دي تكونش عامله عامله ولا بينها سرقه حاجه؟ سرقه حاجه ايه يا حاج؟ انا ناقصك انا كمان. امال بتضربوها ليه؟ عشان احنا زباله واخلاقنا واطيه. دي بنتك يا حاج بتولد. الله هديه هديه حامل. الحمد لله يا الف نهار ابيض يا الف بركه. طب مش تقولوا لي وانا مش ابوها ولا يعني عايزيني اعرف ساعتي ايه زي الغور؟ ما قلت لك يا حاج احنا زباله. هتكلم مين يا حاج؟ هتكلم مين؟ اكلم الكبير جوزه ولازم يعرف. طب قول لي عايز تقول له ايه؟ انا هشوفه كمان شويه. ايوه قول له ان هديه مرته الحمد لله نجحت في الثانويه العامه. قلتم؟ ايوه قلتم من حاجك. ما انت فرحان، هو في حد جدك؟ مبروك يا كبير، الف مبروك. طمنيني، ود ولا بنت؟ بسم الله ما شاء الله، زي القمر يخرب بيت ابوكم. الحمد لله على السلامه يا بقره. اقطعني، قصدي اقول الحمد لله على السلامه يا بيبي. الله يسلمك يا كبير يا ابو العيال. بس تعرفي العيال دي مش شبهي خالص. مال شبه مين؟ شبه القمر يا قمر. زغردوا زغردوا يا حبايبي زغردوا. جدو جه جدو جه. يا هدية لفين العيال أوكلهم؟ شكلهم جعانين. هتأكلهم إيه يا حاج أنت؟ موز. موز إيه يا أبوي اللي هتوكله لهم؟ أقعد يا أبوي أقعد ريح عشان خاطري. طيب أروح أني أعمل لهم سندوتشات ياخذوهم معاهم وهم رايحين المدرسة. إلا زعما في سنة كام دلوقتي؟ دهفة تانية أول ودهفة تانية تالت. اقعد يا حاج ما طلعش عين اللي خلفونا. ألف حمد وشكر ليك يا رب. طلبت منك واد جبت لي تنين. تعرف يا بت العيلة عندينا كلها تقدم، بيجيبوا توائم على طول ما عدا جد جدي. جاب هاتريك. مالك يا كبير؟ خلفة الولاد أحسن بكثير من خلفة البنات. أنا عندي سبع بنات وولدين، باين هما ولدين وست بنات لو حسب. أنا عندي أربع بنات وظابط. تعمل إيه يا حاج أنت؟ هو هني نص ممكن؟ لا هني كتزيري. اطلع برا يا حاج اشرب سجاير برا الدوار لو سمحت. عندك حق انا اسف. ايوه هطلع انا كمان عشان ايه احضر السندوتشات بتاعت الاولاد عشان زمان الباص بتاع المدرسه جاي عشان ياخدني. ابوك ده في البلاله. سيبك انت، انا الفرحه النهارده ما ساعدنيش. ربنا يخليهم لك ويتربوا في عزك ويبقوا عزوتك قادر يا كريم. اللهم امين. تفرح بيهم يا هدية، يا أحلى هدية بعتها لي ربنا. تكسفنيش عاد يا كبير. امشي اطلع برا يا رجل يا الأحسن، امشي ما لك صار خم النهاردة. ليه يا كبير؟ ده أنا فرحان لك والله. دي خلقة واحد فرحان، أمال لو زعلانة هتبقى كيف؟ خلاص خلاص يا كبير، ما حكيش تاني.
بس خليني ألفح العيلين دول على كتفي يا كبير. روح خلص عياط الأول ولف وامسح ايدك بويبز وتعال شيلهم. مين اللي هيربيهم غيرك يا رجل يا طيب؟ بر 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 امشي. وقف الباب وراك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. راجل نكد، خميرة نكد. قسما عظما يا جابر لو ما مشيتش دلوقت لازم كسر نفوخك. مش انا اللي بخبط يا كبير. امال مين؟ Guess who's back؟ مهدي جوني. انت ما سافرتش اياه؟ ده اسمه كلام برضه يا كبير. اسافر وما اشوفش ابن اخويا؟ والله فيك الخير يا ود ابوي. You too brother. الحمد لله على السلامه يا هديه. الله يسلمك يا جوني، تعال شوف ولاد اخوك. What؟ ولاد؟ No way. انت عملتها برضه يا كبير؟ Two twins. هما فين ولاد الكلب دول؟ ايه الحمريه دي يا عم انت؟ يا مرحب. الله يخليك. أني أبص للإنسان قدامي أعرفه من شخصيته. ربنا يخليك. الملامح والوجه الجميل دي والمنخار الكبير دي والعظمة دي. الله يكرمك يا عم الحاج. الله يكرمك. لو في حد ياخد لنا صورة معك كده عشان أتشرف بيها. دي حاجات يعني بسيطة كلهاتش مش سهلة. يا راجل عين ما تتواضعش، سماهم على وجوههم. الله يكرمك يا عم الحاج، ربنا يخليك. داني يعني أنا اللي كان هوني مين؟ جلابك أبو الحاج درديري. أيوة درديري. أمال الباشا يبقى مين؟ لا ما أنا بجالي ساعة بقول لجلابك أنا فزاع غفير الكبير. قم في الزعمة في عينيك، هات لي كعب شاي. أمر جنابك. فزاع وغفير، هو الكبير بيشغل روس عنده. صباح ال السلام عليكم. وعليكم، في إيه؟ هو مش ده برضك البيت بتاع الكبير هاو هاو؟ او ماي جاد سو كيوت، حلوين قوي ولاد الكلب دول. ما تلم نفسك يا دي، انت في ايه؟ سوري مان بهزر معاك. ها ربنا هو بعت لك ولدين عشان ما تتخانقوش مع بعض في تسميتهم. ناوي تسميهم ايه؟ انا هسمي الواد ده جوني عشان افتكرك وانت مسافر. حلوه منك قوي دي يا كبير بجد. هسمي التاني ايه يا هدايا؟ انت اللي هتسميه يا جوني. لا انا مش مامته، انت اللي مامته. هتسميه ايه؟ لا والله ما حد مسميه غيرك انت. ما هو خلاص البيع احرجني بادبه، هنسميه ايه يعني غير العتره؟ بس على الورق الرسمي بس، في الحقيقه دلعوا اي حاجه تاني، بول بقلط حموده اي حاجه. اوكي ماشي يا كبير. فيه واحد مستنيك انت وجوني تحت. مين ده؟ بيقول ان اخوك. اخويا ايه يا حاج درديري؟ ما اخويا. ها ما خبرش عاد، هو مستنيك تحت وخليص. طب ما تيجي يا معلم نشوف عايز ايه ده. تعال نشوف. عمر يا اخ انت مين؟ انا بصلاة على النبي اسمي حزلقوم الكبير قوي قوي الكبير قوي قوي. هما اتنين قوي. اخونا؟ الله انت اخواتي؟ يا ما انت كريم يا رب. يعني عندي اخ اشقر واخ الله، تعرفين احنا ناقصنا اخ صيني واخ اسمر ونبقى كل الانواع. بما اننا بقى اخوات ها يبقى على رأي المثل إذا كنتوا أخوات اتحاسبوا. أنا شاكب راكب بالصلاة على النبي كده بمواصلاتي، هاخد من المراس الثلث يعني اللي هو معناه التلت، وهاخد العمودية كمان. ماشي يلا بقى، فين بقى المستندات بقى والكمبيالات والسكات وال ها؟ يا وقع مرابرابا ده باينا هيبقى مرار طافح.